السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والنبي ما أنا عارفة أقول لك إيه في الظرف الوحش ده. شد حيلك البقية في حياتك. دعهم لله. أهل الحارة قالوا لي إنك أنت جاي هتقعد معانا هنا، فقلت واجب برضو أجي عزي. وحياة النبي ما دقت طعم النوم من يوم المصيبة دي ما حصل. كمان ولاد الحرام طلعوا إن أنا اتخانقت مع الحاج فتحي. وحق جلال الله ما حصل. لو سألت أي حد في الحتة هيقول لك إنه ما حصلش، والمصحف الشريف ده الحاج فتحي ده كان راجل أمير. مؤمنة مؤمنة، فلوس الإصالات بتاعتك لو ما دفعتش في ظرف 10 أيام هتبقي في الاسم. عشر أيام ازاي يا حاج؟ دول يجي 90,000 جنيه. 143,000 يا ولية، وصلاتك ب 143,000 كمان. طب ما تكمش على المبلغ ده، ولا تكون فاكرني مدورها في البطال بجد. مشكلتي دي ولا مشكلتك؟ يا حاج نور، يا حاج نور، ربنا يهديك كده اهو، تعالى نتفاهم كده اهو بالذوق. أنا ما عنديش أي فلوس سيدي، ما احتكمش على حاجة، ما عنديش حاجة. عندك، عندك يا نعيمة، عندك البيت. يا لهوي، ده البيت ده هو اللي تاويني وساترني أنا وبناتي. يا حاج بالعقل كده هو تخلينا نتفاهم، أقسطهم لك إزاي؟ أجيبهم لك إزاي؟ ده الحاج فتحي لو كان عايش. حاج فتحي مين يا ولية؟ الحاج فتحي اللي كنت عايزة تتجوزيه؟ ويا عالم أمي ماتت قبله بسببك ولا بسبب مين؟ الحاج فتحي الواحدة من العرر اللي شغالين عندك وسوست لابنه عشان يقتله؟ طب كنت خلي حد غيرك يجي يكلمني، يمكن اعرف اسمعه ولا اشوفه اصلا. غريب، استغفر الله العظيم، انت ظالمني، انت راجل بتاع ربنا. امرك يا حاج. وصل الست، وقف الباب من تحت، مش كل شويه ارزع الباب وهي تخبط. يلا خلاص يا اخويا. استاذ غريب، واللي محضرني يا مهمنا يا استاذ غريب، ده بيتكلم الحاج نور، احنا عشنا عمر من ايام الحاج الله يرحمه. ما هو قال لك تعالى عنده في السنتر وهو هيشغلك. ما هو اللي بيحصل ده، الحاج نور عايز يقطع عيشنا، يوريك ام منه، السنتر ايه اللي هشتغل فيه دوت؟ الراجل الكبير مش راجل أنا وبيت يا عمتي. البيت ده؟ هو في بيت غيره يا عين عمتك؟ يبقى أكيد عايز يهد البيوت اللي حواليه عشان يبني حاجة في المنطقة. أنت عارفة يعني إيه يهد ويبني يا نعيمة؟ عارفة. اللي عايز يبني هيحفر. عندك 140,000 جنيه عشان المصيبة دي ما تحصلش. طب وبعدين؟ انت ازاي مش فارق معاكي كده؟ عشان عندي رب اسمه كريم، عمره ما نسيني ابدا. شوف ترتيبه ساقك ليا امتى؟ في الوقت ده بالذات. بس هو عارف ومطلع، عارف ان انا غلبانه وماليش دعوه بالحكايه دي خالص. ولا انت قاعد وشايل معايا مش كده؟
هي ما بقول لك. تعرف واحد اسمه سامر الأسيوطي؟ هو واحد في الغردقة كده وفي عليه كلام. يعني ما عداش عليك اسمه ولا تعرف أي حاجة عنه. أمال عامل لي بس ورم وعارف اللي داخل واللي خارج من الغردقة وأنت في مكانك. اقفل يا هيما. اقفل وشوف كنت بتهبب إيه. سامر باشا، أكلم حضرتك في وقت متأخر ولا حاجة؟ وسكتي له يا نعيمة. عدي الشارع يا حبيبتي وريحه قولي له اللي أنا معرفتش أقوله له. يا برودك يا نعيمة يا قلبك. منطقة أبوه ومنطقته، حد هيقدر يراجعه؟ لا بس الحكاية مش سايبة. يعني إيه ياخد البيت قصاد الوصولات؟ وبعدين هيعمل إيه بالبيت القديم المكحكح ده؟ ده عنده بدل البيت 10. يا رب انا مش عارفه ايه البلاوي اللي بتتحدف عليا من كل ناحيه دي يا رب. قالوا ايه في 10 ايام؟ يعني مش التلات ده؟ اللي بعده. ما يمكن بيهوش يا نعيم. معذور برضه بعد موت ابوه. وكلها يومين وكل حاجه تهدى. وكلمتين حلوين منك وكل حاجه بتعدي. الدخلة شمال بالقوي يا بنت، والعين مطلعة شرار بتقول اللي جاي بتاعنا، والدور هيمشي على الكل مش علينا احنا لوحدنا. قال الناس كانت بتشتكي من فتحي وغداته وخنصرته في رزقهم، اهو جالهم اللي هيقطع رزقهم ورجلهم كمان. مساء الفل. كل مشكلة وليها حل. ما تعملش كده في نفسك يا حبيبتي. الله، ما كل الناس عندهم مصايب، اشمعنى انت؟ واحمدي ربنا انها ما جاتش في حد غالي عليكي. كل دي بقى جمل باردة وجاهزة، واسهل حاجة ممكن تقوليها لواحدة جاية تحكي لك مشكلة او واقعة في بلوى، تبقى الواحدة من دول شايلة مصايب الدنيا، وانت بغتاتة اهلك تطبطبي عليها وتقولي لها بس يا حبيبتي كل مشكلة وليها حل. يا حبيبتي لو عندك حل قوليه، ما عندكيش حطي لسانك في بقك واسكتي وخلاص. الواحده في الوقت ده ما بتبقاش طايقه نفسها اصلا ولا طايقاكي. شوفوا بقى يا جماعه، اي كلام زي ده خانقكم اكتبوه في كومنت، واكتر كومنت هياخد لايكات هيبقى هو موضوع الفيديو اللي جاي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا مشاركه للصفحه، وممكن كمان تحطوا الجرس علشان يوصلي النوتيفيكيشنز. يلا مساء الفل عليكم. سلام. مالك انت مش على بعضك ليه؟ مش عارفه، ما كنتش فاكره ان نعيمه هتلاقي زبون بسرعه قوي كده. بدل ما تحمدي ربنا ولا لسه مقلقه؟ يا ستي الحمد لله، هو انا قلت حاجه تحت بقي؟ لا بقول لك ايه، انا عايزاكي تجمدي قلبك كده. انا اصلا ماشيين معطاها على شعرها، وقولي الحمد لله اللي دخلت عليه موضوع الفراشه اللي في المدرسه ده. لو ايه المدرسه تلغيتش. طب خدي صوتك بدل ما يسمعنا ويجي تربح لنا فضحنا. على في ايه؟ نازلين السوق نشتري شوية خضار وحاجات، مش عايز حاجة من تحت؟ ومالكوا جايين تتودودوا زي اللي عاملين عاملة ليه كده؟ طه ارتاح يا اخويا انت شوية، ما تبقاش انت وقرف اليوم اللي بنشوفه. على فكرة في حد كلمني على الشغلانة اللي كنت قلت لك عليها العبير. لا يا شيخة بسرعة كده، ومدرسة ايه بقى ان شاء الله دي اللي بتخطف الفراشات خطف؟ بلاش يا طه، خليها قاعدة جنبك واصرف عليكم انتوا الجوز. غور يا وفاء. ماشي يا مقدر، سلام عليكم. يلا يا اختي. انا سخنت لك الاكل جوه في المطبخ، يبقى اغرف وكل، وما تنساش تاخد المضاد، ولو ندى صحي تبقى رنلي، انا هرجع على طول مش هتاخر. دكتور قاعد مع مراته. دكتور ايه يا اختي؟ والنبي والنبي ما تقرفنيش،
انا اللي فيها مكفيني. هيفرق معاكي ايه دكتور اعصاب دكتور ودان؟ اهو دكتور وعيادته في نفس العماره اللي هو ساكن فيه. يعني الفلوس كام؟ ما اتفقتش يا اختي معاه، مش طالبه. مش قصدي يا نعيمه، المهم سالتي عن ناس صحاب البيت. وانا يعني هنزل بنت من بناتي في بيت مش عارفه مين اصحابه؟ وبعدين البيوت كلها زي بعض يا اختي، ايش اللي مناخيره في السماء؟ وايش اللي هيقول لك نظفي زياده؟ وايش اللي هيكون طيب وكويس؟ عادي يعني. المهم طلبك موجود من الساعه 8 الصبح تخلصي الساعه 5 او 6 وانتي وشطارتك. طب يا اختي سيبيني افكر لغايه كده ما نعرف هيدفعوا كام. ليه يا اختي وانا بعتها اعاره؟ مش عاجبكم في بدل البت 10. طب بس بالراحه بتزق كده ليه؟ احنا بس عايزين نعرف ان هم ناس كويسين. مش طالباكي يا وفاء، مش كل يوم بيقع في ايدي ناس كويسه. وما تاخذنيش كلامي مع عبير. هي مش عبير، دي مرات اخويا، ويهمني راحتها ومصلحتها. لو النبي يا اختي تخلي راحتها دي على جنب. حكم انت فاهمه وانا فاهمه. اه وبعدين انا بقول لك اهو، ادي الجمل وادي الجمال. قلتي ايه؟ اكر متضحكش ليه؟ هو انا دمي تقيل ولا هو اللي كشر؟ هيا يا فندم، ايه رأي حضرتك؟ مش بطل بس مش واو يعني. طب حضرتك ممكن تقول لي ايه اللي ينفع يتعمل علشان يبقى برنامج تلفزيون؟ او يمكن حضرتك تتشجع وتنتجه لي. انا ما بنتجش يا منى، انا بدخل مع منتجين بافكاري بالمواهب اللي انا بطلعها. وبعدين عشان تبقي نجم التلفزيون محتاجه شغل تاني خالص. ايه عملنا العقد؟ عملنا العقد 3 شهور فريلانس عند فؤاد. طيب قدامك 3 شهور اهو تثبتي نفسك وبعدين بنتكلم. ما تخليش ده ياخدك من الاكونتس اللي انت ماسكاها. ويوم تاخير تاني من هنا ورايح بفسخ العقد. أنا آسفة حضرتك والله مش هتأخر تاني، وآسفة على كل اللي فات طبعا، وإن شاء الله في أقل من 3 شهور هثبت لك إن أنا ينفع أبقى نجمة تلفزيون. إن شاء الله. شكرا، أنا آسفة. أنت شفتي عمل معانا إيه في الميد ترم؟ اتفاجئنا إن الامتحان من بابل إن هو مقالي. امسكي كل أكلة أهو. إحنا لوحدنا. أيوة فين الشاورما فراخ بقى؟ عادي. وأنا التونة. الله تسلم ايدك. بس طب اقول لك احنا لابسين ما فيهاش يعني. ايوه حاضره. انت ايه؟ ما ينفعش خالص. احنا ندور على حد من العيله الدحيحه ونذاكر معاه. انا عامل كده. شوفي وانا هنزل اشوف ملازم احاول الم بيها الدنيا. طب يا بنات انا 5 وغيرها. في ايه؟ مش عارفه مالها. مش عارفه ايه اللي حصل. يا ستي ما تقلقيش، انا كده كده مش رايح في حته. يا ماما ارحميني بقى. طيب طيب ماشي، انا كده كده هبقى اخلص مع مستر شادي وهبقى اكلمك. ما تقلقيش. ماشي اتفقنا. طب اقفلي يا ماما دلوقتي بس عشان عايز اطلع من البوت. نعم. نعم انتي داخله عربيتي وبتقولي نعم؟ في ايه؟ عاوز مني ايه؟ مين انت اصلا؟ انت المجنونه. طب افرضي دلوقتي انا طلعت شاب مش كويس وخدتك في مكان مش ولا بد وعملت معاكي ال لا ما انت مش هتتحرك من هنا وتروح لامك يا روح امك غير لما تقولي انت عاوز مني ايه بالظبط. ساكت ليه ما تنطق؟ نعم اتفضلي يا فندم. حساب 640. طب
ثانية واحدة. اتفضل. مدام بتاع الدليفري بقول لك الحساب 640. طب حطيهم في التلاجة أنت. سماح هيا مدام، ده طول وسعين يا مدام. طب امسكي. كان ظريف يعني، حبيت الحركة وخفة الإيد وإن محدش قفشك وإنتي بتعمليها وإني خليتي سارة قبل كده تلف حوالين نفسها وإنتي كل ده واقفة جنبها عادي عاملة فيها من بنها. لا ودخل دماغي أكتر صياعتك عليهم كأنك إنتي اللي اتسرقتي مع إنك إنتي اللي سرقاهم. بصي أنا هنا حسيت إن إنتي مدرسة. أنا بحب اللعبة الحلوة وخصوصا لما تكون وسخة، وإنتي بقى أوسخ من كده مفيش الصراحة. لو كنت فاكر إني هخاف منك ولا لأ تبقى غلطان. أنا ما بخافش من حد يا حبيبي. وحوار بقى الشاب المركز الفقيق اللي ملاحظني قوي ده تروح تعمله على واحده تانيه يا روح ماما، مش عليا انا. انا قرحه وجرحه وممكن اعورك. شيخي يخرب بيت لسانك، انا كده ممكن احبك اكتر على فكره. وبخصوص قرحه وجرحه ده انا تمام، انا عارفه بس انا ما بخافش. انت قلت لحد حاجه؟ حد ازاي؟ كنت واقف النهارده مع داليا وبتشاور عليا، قلت لها حاجه؟ قلت لحد حاجه؟ انت تفتكري لو انا كنت قلت لحد حاجه كانوا هيسيبوكي؟ دول كانوا عملوا احلى تحفيل عليكي. انت بتقول ده ليه عني بقى؟ ولا جبت سيرتك والله، كنا بنشاور على حاجة تانية أصلا، أنت بس اللي على راسك بضحى. لا والله، ده أنت مركز معايا قوي بقى، شفتني وأنا بسرق، وأنا بكدب عليهم كمان، إيه مراقبني بقى ولا إيه؟ الصراحة أنا شفت صورتك الأول على جروب الفيسبوك، ولا كنت أعرف إن أنت أصلا معايا في الجامعة، رفعت عيني لقيتك، وصدفة بقى إن أنا شفتك يوم ما كنت بتسرقي الموبايل. جروب إيه ده اللي على الفيسبوك؟ جروب الشيخة فوتنا. ومش انت ان انا كنت منزله صورتك على الجروب وكنت بتقولي ان انت عايز عريس وبتشترطي ان يكون حسن المظهر وذوق ومستوى اجتماعي؟ انت بتخرف بتقول ايه؟ جروب ايه؟ انا مش فاهمه. ثانيه واحده ثانيه واحده انا اوريكي. بصي ماما جيتوا يا بنات. اه يا ام كمال جينا، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. ماما. ايوه في ايه؟ ايه ده؟ ايه؟ حاطه صورنا على جروب على الفيسبوك عشان الشارع كله يشوفها؟ ايه يا اختي حاطاه في حته بطاله؟ في بنات احلى منك واقعص منك حاطين صورهم عند الشيخه فوتنا بتاعت مسجد التاء. لا اقتنعت انا كده. انت هتدللي علينا؟ وبعدين منين مخليه عبد الله رايح جاي معانا يراقبنا؟ ومنين بتعملي فينا كده؟ عايزه لكم عرسان عدله، كنتوا دخلتوا عليا بعرسان تشرح القلب وقلت لا؟ ولا حسنا لما تجيبي لي يا اختي جربوع زي اللي جابته لي اختك زمان؟ ولازمته ايه التخبيط في الكلام بس يا نعيمه؟ ما انا واقفه ساكته من الصبح اهو. وبعدين بسيطه، ممكن لما تحبي تعملي حاجه زي كده تاني تبقي تقولي لنا؟ هستأذنك يا اختي، مش كده؟ انت مالك بتتعاملي مع الموضوع ببروك كده ليه؟ عادي يا حبيبتي، انا نجمه اصلا، يعني فيديوهاتي ماليه النت، يعني اي واحد دمه تقيل هو اللي نزل الصور دي على الجروب. كأنه مش أنا يعني. وبعدين خلاص ما تتعبيش نفسك، اللي حصل حصل، مهما قلتي ولا عملتي ده مش هيغير نعيمة. لا أغير، إحنا ما بقيناش أطفال صغيرة عشان تعملي فينا كده. لا يا حبيبتي ما تقدريش، أنتوا بتوعي وأنا أعمل اللي أنا عايزاه وعارفة مصلحتكم إيه هي. أنتوا إيه ما بتحسوش؟ ما عندكوش ريحة الدم؟ ما بتفهموش؟ أنا طافحة الكوتة عشانكم. جات كل هم، ما بتفكروش غير في روحكم. أوعي من خلقتي. بدأت لما فرجت نعيمة هتفرج. والله العظيم انا صعبان عليا ان هما مش مصدقين اني بعمل كل ده عشانهم.
ما انا عامله عشان مين؟ وانا ليا غيرهم؟ هي الام ليها ايه غير عيالها؟ والله العظيم ما نفسي في حاجة أبدا غير إن أنا أطمن عليهم. بكرة يتجوزوا ويخلفوا ويعرفوا قيمة الضنو. عايزة أروح أقرأ الفاتحة لأمي ولأبوك. فاكر أبوك يا كرم؟ أبوك كان غشيم زيك، ما كانش حد يقدر يدوسلي على طرف وهو عايش، ولو قلت كلمة محدش يتقديهالي، ده كان ياكل اللي قدامه، اللي قدامه ده كان يتشاهد على روحه وروح اللي جابوه كمان. الله يسامحها بقى بدرية، بدلته خيرته على الناس كلها. لا أمي لك ولا أختي لك، ومن السما نزلت لك. الله يسامحك يا بدرية. سيبينا من اللي فات وخلينا في اللي احنا فيه. هنعمل ايه؟ والله العظيم ما انا عارف. اخويا نفض بيا. يعني انت مش محوشة اي حاجة؟ مفيش فلوس هنا هنا اي حاجة؟ وده زمن تحويش يا ابني. انت لوحدك اهو، لا عندك عيل ولا تايل، حوشت حاجة؟ بزمن أخبر علينا وعلى اللي خلفونا. طب بقول لك إيه؟ في حوار كده لو ظبط معايا ممكن يحلنا من الورطة دي. ولا يا كرم، أنا مش عايز أعاوق، أنت حلفت على المصحف. مش نعيمة في السليم. والنبي ما توجع قلبي يا كرم. رحمة أبويا ما وجع قلبي. خليكي مع الولاد جوابي. حاضر. انا اطير انا بقى. ايه على فين ما انت قاعد؟ نزل فرع المهندسين، عندنا لطه محترمه. ايوه طمني اول ما توصل. اكيد يا عم. سلام. ايوه. متاخرش. حاضر. وبعدين يا خالد، يا اخرتها معاك يا ابني؟ يعني المفروض الوضع الزباله اللي احنا فيه ده هيفضل مستمر لحد امتى؟ هو انا مش نزلت معاك يا بابا؟ مش حاولت وعملت مشاكل في الإدارة وعكيت الدنيا وخلاص؟ مفيش حاجة اسمها خلاص. في حاجة اسمها إن أنت عاجبك الوضع اللي أنت فيه ده. شغال سكرتير للهانم الدكتورة بتاعتك. هي هتفضل تعلى وتكمل دراستها وتتنطط علينا، وأنت قاعد ترتب لها فايلاتها وتكتب وراها على اللابتوب. سلوى ما تتدخليش في أي حاجة تخصني أو تخص دينا بالتحديد. أنا مفرقش معاكي بنكلة. كل اللي يهمك دينا وإزاي تنفسني عليها. أنفسن؟ آه. رد عليها بابا. أختك عايزة مصلحتك، جوزها بقى دراع اليمين في الشغل، عمرو بقى مكوش على كل حاجة في السوبر ماركت، مش هاين عليها تشوف جوزها اللي مش مننا بقى كده وأخوها بيلعب على الآخر كده؟ الله يرحمك يا كوثر، هي السبب. يا جماعة أرجوكوا سيبونا في حالنا، إحنا مرتبين حياتنا ومبسوطين جدا كده. وآه يا ستي أنا شغال سكرتير عند مراتي، مبسوطة؟ أظن يا بابا كفاية قوي إن أنا أجبرت البنت إنها تيجي تعيش معايا هنا احتراما لرغبتك، وما رحناش سكننا بعيد. وبعدين احترمي جوزك شوية، في الآخر ده أبو ابنك. طالما الراجل شاطر يا بابا يبقى ما اسمهاش مكوش، اسمها حقه. من إذنك. يعني إيه مرتبين حياتنا؟ ركبته ودلدلت رجليها. عاملي لي قهوة يا رضا. حاضر. شكلك كده سمعت المسلسل العربي بتاع الشغل.
والله يا دينا لو اقدر اقفل الموبايل والباب ولا اتكلم ولا اشوف اي حد منهم هعمل كده. قلت لك مش هينفع طول ما احنا ساكنين معاهم. عملت ايه مع البنت؟ تصدق ان البنت دي ذكيه جدا رغم انها ما راحتش مدرسه ومن بيئه فقيره وعلى قد حالها. لا ومطلوب كمان منها انها تبقى قايله عشان تاكل ابوها وامها واخواتها في السن ده. شوف يا دينا سلوى اختي عايزه تتضرب بالنار لكن كلامها صح. انت مش هتغيري العالم. لا بس ممكن اغير انتصار وهحاول كمان معارضها. ارجوكي ما تتدخليش في اي حاجه تخص سلوى. انا فكرت وهخلي انتصار بس مش على انها خدامه اكيد. امال ايه؟ هتبناها يعني؟ مش عارف انا بس نفسي انها تلعب وتقرا وتنبسط زيها زي كل الولاد اللي في سنها. مش هنخسر حاجه يعني. ايوه دينا بس لحد امتى؟ ما هي كده كده في يوم من الايام لازم هتمشي. لحد ما الاقي حل تاني للبنات دول غير انهم يرجعوا لابوهم اللي عايز يشغلهم ده. انت كده بتجيبي لنفسك المشاكل. وبعدين بدل ما سلوى جايبه لك واحده علشان تخدمك انت اللي هتخدميها. سلوى دي هتجيب لي النقطه. هنتفرج على ايه؟ اي حاجه. فيلم بقى. اوكي. ما كسروش ال 10,000 جنيه بعمولة البنات؟ بالفلوس اللي في المرتبة. حرق السود. طب والعمل هعمل ايه؟ ايه الحل؟ نعمل جمعية يا نعيم. يا اختي جمعية ايه؟ جمعية ايه اللي هتجيب لنا اكتر من 140,000 جنيه؟ امال هنعمل ايه؟ عارفه لو هشحت لازم الم الفلوس دي وارميها له على الجزمه القديمه. طب والواد كرم ده مش ممكن يساعدنا باي حاجه؟ يا اختي كرم عايز مساعده. هو حد عارف له اول من اخر؟ طب هنعمل ايه بس؟ مش عارفه. في وكسه جامده. مفيش غير ان احنا نروح للناس اللي كنا بنشتغل عندهم زمان او اللي بتودي لهم اكل دلوقتي ونستلف منهم. هي تقيله على قلبي شويه. بس هجرب. لازم تجربي يا نعيم. ايوه يا اختي في ناس طيبه ممكن تديكي حاجه وفي ناس كده. حتى لو اللي بتعمله غلط بالنسبه لك فهي بتعمله بحسن نيه. ست في وسط ما كله بيحط عليها ما بتفكرش غير انها تامنكم. وعشان تامنها تروح تفضحنا في وسط الناس؟ تفضحكوا؟ وانت تعرفي ايه يا بنت امبارح انت على الفضايح؟ تستعري من امك يا بت؟ بقول لك ايه بلاش النغمه دي. وبعدين انا ما جبتش سيرتها في حاجه. انا بقول على اللي هي كانت بتعمله. لا لو بتتكلمي على اللي هي بتعمله بقى يبقى اول حاجه تعمليها اول ما تشوفيها توطي على ايديها وتبوسيها وتقولي ربنا يخليكي انك خايفه علينا وبتفكري فينا. ده انت جاي تديني نصايح بر الوالدين بقى. لا انا جاي لك عشان صعبان عليا بنت عمتي اللي مش مقدره واحده زي امها في حياتها. انا لو عندي ام زي امك كده مش هحتاج حاجه من الدنيا. خلصت نصايحك ولا لسه عايز تديني دروس كمان؟ خلصت يا ست. طب بمناسبه الامهات بقى ايه حكايه امي وامك وليه كانوا كارهين بعض زمان؟ روح صالح امك الاول وبعدين ابقى احكي لك. انت بتصدق وتؤمن بالله؟ انا عايزه اعملها مره عشان اتاكد ان رقم الخزنه اللي انا لقطه ده صح ولا غلط. صح يا بت اكيد صح بس انت جربي. انا يعني هنعملها؟ ما نعملهاش ليه؟ امال احنا كنا بنهزر. انت مش بتقولي ان الولايه دي ست مفتريه وما بتديكوش فلوسك انت ونعيمه؟ يعني اكيد خزنتها محمله. او مسرقها؟ برضه هتقول لسرقها. اصبحتي صوتك. ده انا في مره شفت نعيمه مسكت البت ضحى نفختها قدام عينيا عشان سرقت 5,000 جنيه. هو ما انا سرق خزنه بحالها؟ عشان ضحى عملتها من وراها. انما لو كانت قالت لها كان الكلام بقى غير.